السلام عليكم، كيف حالكم؟ معاكم ويلو أو بيكالولي. حابة أشارككم اليوم قصتي ولحظات مررت بها قبل وصولي إلى هذا المكان. طبعاً أكيد تعرفين عنوان المقطع واضح عن إيش حنتكلم. قبل وصولي لربع مليون أبدأ أحكيكم قصتي. قبل سنتين سجل التاريخ أول خطاب لي في بث مباشر، ويا ريت ما سجل. أنتم تستطيعون ونحن نستطيع ونحن أصدقاء الوطن. نعم. معليه اعذروني. لا أحد يضحك على صوتي ولا أحد يضحك على كلجاتي. نعم يا سادة، بداية مشواري كانت إيش؟ بدأت بكلجة. المهم وبصراحة ما كنت أعرف إنه هذه الكلجة تحبب الناس فيني. إي والله صاروا يحبوا الهبل، أقصد يحبوا الكلجات حقتي، يعني ذا يعني أنسى كثير وتلخبط كثير. المهم فيا، وطبعا بدون ما أحس كونت مجتمع جيمينج صغير، وكان تفاعلهم رائع لدرجة صرت أتحمس إني أبث دايما. ومع الوقت كبر مجتمعنا الصغير وصارت بثوث التويتش جزء من حياتي، طبعا جزء من حياتي اليومية، كنت أبث دايما بشكل يومي. طبعا ما أخبي عليكم صرت إيش، أبشركم أكلج أكثر وأكثر. شوفوا أطلع لي. لا ما في رصيد. رصيد؟ ما في رصيد يا شباب. ما في طلقات قصدي. عندك طلقات ميت كيت؟ الو. أكيد مريت بأشياء حلوة ومرينا بأشياء تضحك وأشياء تخوف، وكله كده الحمد لله يعني بالبركة ماشيين. انا ما احب اول سلاح يجيني اس ام جي مره، انا موت. واحد اتش بي. طبعا لازم ننبه انه من اكبر الاسباب اللي خلتني او خلت الناس تتابعني كان التعريق الاسطوري. اوف، اول بنت معرقه فورتنايت كيف كذا؟ شوفوا التعريق. وعندي موارد. ما حد يمزح معاكم يا هو؟ لا ترى من جد عندي مقاطع حلوة لكم، ايش بكم؟ يلا شوفوا دحين المقاطع الحلوة. وانا لا، واحد قاعد يضربني. لوك والله ماي جاد، انا عارفة انك حتجيني. واو كليب ذس شيت دود. ايش رايكم؟ كنت معرقة ولا؟ على ايام زمان كان هذا تعريق ترى، بس بقول ايوه سجلوا عندكم بيكا معرقة كانت، ولا احد اشوف يقول نوبة. طبعا وبعد مرور فترة من البثوث جاني سؤال عجيب، واحد كذا قال لي بيكا انت ليه ما تنزلي محتوى في اليوتيوب؟ ومن هنا يا سادة حدث ما لم يكن بالحسبان، بيك المعرقة أصبحت كالأخطبوط تبث من هنا وتنزل مقطع من هنا. حلو الكلام. صوتي حقيقي ولا برامج؟ ماذا تقصد أن صوتي حقيقي أو برنامج؟ إنه حقيقي. يا للهول، أحس بإهانة. يا جوزف بلا بهلة لفحنك. تحت والله جاب. اسكت. السلام عليكم، معكم الإذاعة المسائية من قناة بيكالولي، كيف حالكم يا العائلة كلها؟ كات من جديد. حماس، بعد عني تمساح. باي. ماشي. السلام عليكم. يار فروم وير. هاجيمي ماستي. Why you talk to me like this؟ عسل، تحبني ولا تحب الفلوس؟ تحبني أجلس، إذا تحب الفلوس أنط. يا عمري هنا فيك يا واد، انصحك انك تهدي، لانك لو جدد صدقني ما راح تعدي، حتى لو انك في الجيم بتسوي نفسك خطير، اقدر اني اعجنك واسوي منك فطير. يا هنا فيك يا واد. وهنا بدا مشوار الفيتيوبر. جايز سويتها قبل شويه، ظبطت الحركات وكذا، وحبيت اشارككم معايا، ايش رايكم؟ حلو ولا؟ حم السلام عليكم.
Let's take a look at him. هذه طولها مترين. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. جربنا نلعب فورتنايت بالشخصية الأنمي. أبغى يا أخي خروف. قاعد يعطيك قلوب ويعطيك بوسات. يوم بس أحس خروف. بعيد عني لسرعت. مرحبا. ثم انتقل المحتوى إلى أمي تي في وحبيت أسوي سبرايز ومفاجأة للناس إنه في شخصية إنمي حقيقية تتكلم معاكم عن طريق الكام، وردات فعلهم كانت أسطورية زي ما شفت طبعاً. دحين نفسي أعرف أنا لم يطلعوا لي بنات، ليه بس يطلعوا لي أولاد؟ لا أنت ولد ولا ولد ولا بنت؟ إيش رأيك يعني؟ إيش رأيك؟ يعني الصوت عشو. الشكل كله إيش؟ ايش يقول لك الشكل؟ ايش يقول لك الشكل؟ انت لا لا الرجل في التلفزيون انت. والله يا ليباي. اوي 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 اوي. ليباي. نظف نظف. سوكا. جا اوي داشت ما اتو اجي وارك نينا. ايماس تتيكي. اوني! اوني! جاني! ها. بسم الله. لا انا كنا نحتري صوت يقول اونيتشا. ها ما قلنا ها 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 هويتي اونيتشان. لا ننسى تنويع الالعاب الاسطوري في القناة، شايفين وانتو طبعا التنويع كان اغلبه من اختياراتكم، هذا ذوق المتابعين ذوقكم. احلى احلى أحلى رأي وأحلى اقتراحات، أحلى متابعين، كيفني وأنا أتغزل فيكم. يلا هيشوفوا كيف الألعاب اللي اخترتوها. أرنب، أرانب، تعالوا موتوا، حي حيطيروا. أيوة هذا حي نطا. غبي يجي من الظلام. بيطان. اوكي دود بيطان. بدي ادر ايش ده يعني؟ ريحه غريب يعني. يا دقيقه ايش ليش حاطين ريحه ابط وفلسطين؟ ليه عنصريه؟ انا جبانه ورايا والله ورايا. انا مت انا مت شباب انا مت انا مت انا مت انا مت انا مت انا قتلتني انا مت. اسرع 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 حركوا وقفوا. او ماي جاد لا تضحك لا تضحكني معاك. عمل كيوت كيوت كيوت. أنا شجرة. 250,000 أخ وأخت، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم اجعلهم شاهدين لي لا علي. شكرا لكم من أعماق قلبي على دعمكم المتواصل. طبعا لولا الله ثم فضلكم ما وصلت لهذا المكان. يعلم الله ويشهد قد إيش عايش كده سوء. حبكم مرة كثير، والله يقدرني أني أنا أسعدكم زي ما أسعدتوني ودخلت البهجة في قلبي. يعني أنه أنا أنزل مقاطع عشانكم وأنت تتفرجوا مقاطع عشاني، فأنا وأنتوا تهبوا بعد، عرفتوا؟ ممتنة كثير صراحة لتواجدكم عندي في الحياة، دائما في بالي صراحة، دائما أقرأ تعليقاتكم الحلوة أنبسط فيها، ودعمكم ولما أسألكم وتجاوبوا علي، ولما تقولوا لي إحنا مرة ننبسط، أنا كنت زعلان وشفت مقطعك ولا لا لا، أحس أنا كذا
الحمد لله إنه وصلت لهذا المكان اليوم، وإن شاء الله معاكم حنوصل لأكثر وأكثر. أتمنى دائماً 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 تكونوا مبسوطين، أبداً ما تزعلوا. طبعاً رسماتكم الرائعة لشخصيتي، يعني أنا مرة محرزة كثير صراحة. طبعاً كل الرسمات وإبداعاتكم أنزلها في حسابي في الإنستغرام إذا حابين يعني تشوفوها، مو ترويج ولا حاجة، بس يعني إذا حابين إنه أنا أشارك رسماتكم الحلوة حشاركها في صفحتي حقة الإنستغرام، فبطلوا تعالوا تابعوني. ولا أنسى الفيديوهات الرائعة اللي ترسلوا لي، هي يا أخي يا أخي أنتوا إيش؟ أنتوا مصنوعين من إيش؟ أنتوا عسل عسل كذا ينقط يا عملي. فرجوا شوفوا شوفوا الإبداع. طبعا لا انسى او لا ننسى اصحابي اللي وقفوا معايا، اللي دائما اصور معاهم واشاركهم واسالهم واخذ نصايحهم. الله يخليكم لي يا رب، ويخليك ويخليني لكم طبعا. ايوه الله يخليكم لي، و I love you، وشكرا على رسائلكم الرائعة. وش رسلوا لي؟ تهنئة بوصولي لربع مليون. السلام عليكم، كيف حالك يا قصيرة؟ عساك طيبة. والله فرحت لك، والله ثم والله فرحت لك على 250,000. اللهم اجعلهم مشاهدين لك لا عليك، وإن شاء الله بإذن الله من 250,000 للمليون، من المليون للعشر مليون إن شاء الله بإذن الله. هاي فيكا، كنغراتيليشن على الربع مليون، وعقبال الأربع مليون إن شاء الله، وتستاهلي أكثر وأكثر. الأمانة مبدعة، وكل شيء كل شيء حلو مرة. إن شاء الله من الأعلى للأعلى يا رب، مشاهدين لك ولا عليك إن شاء الله، وإحنا معاك على طول ودائما وأبدا. وبس والله I love you. هاي بيكا، مبروك على 250,000، إن شاء الله توصلي 500 لمليون لعشرة لمية. Thank you very much إنك استضفتيني معاكي، وشكرا على دائما كلامك الحلو. أحبك، إن شاء الله تكوني معروفة عند كل الناس. Thank you very 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 much على الفرصة اللي اديتيني هي إني أتعرف عليكي. Thank you. السلام عليكم بيكا، أول شيء ألف مبروك ال 250,000 وعقبال الملايين. أنا ما حقول شيء، لكن أنتوا تشوفي الكون هذا كله، هذا إمتي لا تغيبي زي الشمس هذه إلين ما توصل للملايين وتحقق كل أحلامك. وأنا مؤمن وواثق فيك تماما إنك ما راح تغيبي زي الشمس هذه إلين ما تحطمي كل أرقامك وتنجزي كل أحلامك. أوكي، وبالتوفيق، وأنا واثق فيك، وخطوة جديدة إن شاء الله 250,000. وتذكري تماما إنه 250,000 هذه مجرد مفتاح لباب بسيط من الإبداع. 500,000، مليون، 5 مليون، 10 مليون، الدروع الذهبية والإلماسية كلها بين يديك، كلها بين يديك. بس أنتي أعرفي كيف تفتح المفتاح هذا، وراح توصل لكل الملايين هذه. وبس بالتوفيق. 250,000، 250,000، احترامي وتقديري ومباركاتي. ما أدري إذا كانت بتوفي شيء اللي أنت قاعدة تسويه، أنت أسطورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أنت أسطورة، والرقم هذا قليل بحقك. أتمنى من الله يكونوا شهداء لك لا عليك. أتمنى من ربي توصلي ل أقول لك، أنت اختاري رقم وحتوصلي. لأني أعرف أنك أنت شخص ما يعرف الاستسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك يا بيكا على الربع مليون في اليوتيوب. بإذن الله توصلين للمليون وفوق المليون، عليها 5 مليون.
بإذن الله يد بيد نحو المستقبل. ألف 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 مبروك على الربع مليون. عقبال المليون بإذن الله ما هي صعبة عليك. و يا عيال صدمتم السيارات يا هو. ألف 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 مبروك على الربع مليون بإذن الله إلى المليون. سيدة سفري أنت ومتابعينك كلكم تقدرون بإذن الله. السلام عليكم قبل حالة بيكا. ألف مبروك جعلهم مشاهدين لك لا عليك ملايين ملايين إن شاء الله. يلا عيدركم الأستاذن. ويو ويو بيكا 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 مبروك الربع مليون ما شاء الله يا ما شاء الله. من هالأعلى إن شاء الله ونتمنى لك كل خير ونكون شاهدين لك لا عليك. وإحنا برضو إذا تبغين مشروع شيء ولا شيء بضبطك ضبطوبي. يلا سير. أهلا وسهلا بكم جميعا معاكم إنمي بين. الآن أريد أن أقول لكم شيئا لجمهور بيكا وخاصة إلى بيكا. كل عام كل عام مين كل عام مين مبروك 250 ألف وإن شاء الله عقبال المليون والنص مليون. لا نص مليون إلى المليون وإلى المليونين إن شاء الله. وترى من أول يا أخوان ترى نحن قايلين أنها راح تدخل 100 ألف بس ما شاء الله عدت 250 ما شاء الله. شوفوا ذا الفيديو هذا كان تحدي بيني وبينه ولكن شوفوا كنا نفس الرقم ما شاء الله وقلنا إن شاء الله مين يعدي أول 100 ألف. أنا عديت 100 ألف عدتني 250 ألف ما شاء الله عليها وإن شاء الله عقبال نص مليون 100 ألف لا نص مليون المليون. إلى اللقاء وأتمنى لكم يوم سعيدا ومبروك يا بيكا. عقبال إن شاء الله. بيكا لولي ألف مبروك على الربع مليون وإن شاء الله عقبال النص مليون والمليون ونشوفك من أعلى لأعلى. والمهمة هذه بالمثابرة بتكون سهلة. Let's go نحو القمة يو يو ركلس على المايك دايم. Peace out. بس هذه كانت رحلتي وبداياتي في التويتش واليوتيوب. أتمنى تكونوا استمتعتوا وانبسطوا وخلصنا وصلنا الهدف ربع مليون وإلى طريق النصف. بيكا ها بيكا هلا تعال بوريك حاجه. سري 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 ايش بوريك حاجه. اوكي يلا شباب يلا 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 هلا والله كيف الحال شباب خزاعي مو كده. هلا 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 الله يبارك فيكم. هذه الحركه عيونك تستاهل فخر اشو بيس. الله ايش المفاجأة الحلوه هذه. مليون ان شاء الله باذن الله طريق من هذا المقطع سبع ايام بالضبط سبع ايام كذا ايوه سبع ايام سبع ايام ايش سيده على المليون. لا الهدف حقنا نص مليون. طال عمرك انت نفسك طال عمرك حاليا هدفنا نص مليون. انت لا سطرك تعال تعال يا بيكا شفتي النجوم جبت لك صامولي. الله شفتيها ايوه الله الله وين النجوم يا شباب يا بيكا بقول لك حاجه ومستحي منك مره قول له بس مستحي منك تدري وش ايش وش الكلام خفتي لي السلام عليك قول لي انت سيد انت زي النور في اللي فوق تعالوا عند البحر تعالوا عند البحر الله يا شباب يا شباب شوف القمر اللي هناك ما ضبطت صح وين شفت القمر اللي هناك ايوه الله النخله ما في قمر في النهار طال عمرك اي والله في قمر شوفه قمر حبيبي احسن من نجم اوكي انحبسنا طب تعالوا تعالوا نجمع هنا الحين
هلا 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 شكرا يا ايش اسمك حسميك الصغير سوي لايك لا هذا صغير بنت سوي لايك القوي الصغير لا لا على كيف من الصغير سوي لايك اسطوره يا قلبي والله كيوت اتصالك اللي كان قبل سنين واذكر ذاك الصوت اللي كله حب وحنين ادري القدر ما اخذك مؤمن بالله دايم ادعي ربي من سبع سماء انه ينير قبرك ويجعله ضياء لا 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 رجلي اسمعوا قاعدين نحمي صامولي من يباه صامولي بالجبنة الى طريق النصف مليون اصحابي تعالوا خلصنا في رحلة جميلة مع الايام تعالوا في كل يوم يقضي لنا اهتمام هاي سيونارا أريغاتو غوزايو ماسو شوقي شكرا على المونتاج الرائع أريغاتو أريغاتو